قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مولي الجميل واهب العطاء الجزيل، أجود من أعطى وأصدق من أوفى. نحمدك اللهم ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. لك الحمد يا رحمن ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما هاج الغرام وما همل غمام وما غن الحمام المطرب. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ومبلغ أنبائه الموصوف بالبهجة والمخصوص بخصوص اللهجة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأوجه الصباح والألسن الفصاح، ما شدا طائر أو ناح. أما بعد، فأحييكم بتحية أهل الجنان، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غيلان، إمام وخطيب جامع النخيل بجدة والقارئ في إذاعة القرآن الكريم، الأستاذ عبد الله الحبشي المشرف على جامع النور من قبل الناظر أبناء الشيخ أحمد باعشن رحمه الله، الأستاذ صالح الزهراني مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى جدة الأهلي. أهلاً وسهلاً بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني، هذه القوافي أتتني تنتشي ألقاً وحدثتني حديثاً دون عنواني. وبالضيوف هلا أهلاً نعددها، ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني. محفلنا الزاهي هذا اليوم نال بهاؤه بحضوركم وانتقاؤه برونقكم، سال القطر بقدومكم وانفلق البدء بمقامكم وشع الضياء من وجوهكم. فها نحن أحبتي نحتفل وإياكم بتخريج خمسة من أبنائنا الحفاظ ومجموعة من طلابنا المتميزين، فأهلاً بكم وبوجودكم زان المكان واستأنس الخلان. على مائدة القرآن يحلو اللقاء وتحف البسمة أفانين النقاء، هنا تنزاح أثقال الهموم وتبيد أنفاس الغموم، كيف لا وهم أهل الله وخاصته. أيها الأحباب، هنا في هذا المكان دوي كدوي النحل تسمعه في كل آن، وآيات بينات من كلام رب السماوات تحلي سمعك على توالي الأوقات. قف، إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. فمع تلكم الآيات وهاتيك النفحات يشنف بها أسماعكم الحافظ معتصم حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أيها الحفل البهيج، لقد قام هذا الجامع على غاية عظيمة المعنى صحيحة المبنى، وهي تحفيظ كلام الله تعالى وتعليمه للنشأ، ولا بد لبلوغ الغاية من وسائل. ولقد قامت خلال هذا الفصل الأول بأنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية علمية ورياضية مع التزامها بغايتها، فأخرجت عددا من الحفاظ. جمعنا لكم كل ذلك في هذا العرض الموجز. بسم الله الرحمن الرحيم. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القرآن وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وحفاها فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل
تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحقق. أيها الحفل البهيج، العلماء هم الذين يهتدي بهم الناس في أحلك الأوقات، فهم صمام الأمان لهذه الأمة. نبقى وإياكم مع كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غيلان، فليتفضل محفوفا بالدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وبعث إلينا أفضل الإنس والجان وجعل معجزته الخالدة هذا الكتاب المحفوظ المكرم وتحدى به كل فصيح بالعربية تكلم، والصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار عدد ما هطلت الأمطار واهتزت الأشجار وما عبد الله الصالحون في الأسحار. أما بعد، حي الكرام ذوي الأخلاق إذ حضروا مجالس الذكر فيها الخير منتشر، ملائك الله حفت كي تجالسنا والله باها بنا من عنده حضر، سكينة الله حلت بيننا وحبى رب الورى رحمة للخير تدخر. هذه الفضائل يا إخوان فاستمعوا قول الإله لنا في حفظه فخر، الله يجمعنا في دوح جنته تلك المنازل فيها الخير مدخر. أما بعد، أصحاب الفضيلة، إخوتي الكرام، أولياء الأمور ومعلمي التحفيظ، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفرح والبهجة أن يشارك الشخص في احتفالات أهل القرآن، بل وفي أفراح من ختموا هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم. إن هذا لشرف، وأي شرف، ختم القرآن الكريم شرف، وأي شرف لا يحوز عليه إلا من اختصه الله عز وجل لهذا. أبنائي الطلاب، إن الله عز وجل قد اختاركم من بين سائر البشر للجلوس لحفظ القرآن الكريم. أبنائي، كثيرون من يريدون أن يحفظوا القرآن، لكن الله عز وجل يختص لحفظ هذا القرآن أناس، فهنيئا لكم هذه الخصوصية. أبنائي، إن الله عز وجل أكرمكم وحفظكم بهذا القرآن، اهتموا بهذا القرآن، اجتهدوا في حفظ القرآن، واعلموا أن القرآن لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. يعني تفرغ لحفظ القرآن، اجعل وقتك كله للقرآن، قد تحظى بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد الحفظ تفهم القرآن، ثم بعد ذلك تتخصص في علوم القرآن. ابدأ بالحفظ، اجعل وقتك كله للقرآن، يبارك الله عز وجل لك في وقتك، يبارك الله عز وجل لك في ذاكرتك، يبارك الله عز وجل لك في دراستك، يبارك الله عز وجل لك في صحتك. فاجتهدوا أبنائي في حفظ هذا القرآن. إخواني أولياء الأمور، أقول لكم هنيئا هذه الأجور المتتالية والمتتابعة، فكل حرف يقرأه ابنك في هذا التحفيظ أو في خارج التحفيظ أثناء الحفظ فهو في ميزان حسناتك،
والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. فأقول لك اصبر واجتهد على تحفيظ ابنك، واجعل همك ما ستلبسه يوم القيامة. إخوتي معلمي القرآن، أقول لكم هنيئا لكم تحقيق هذه الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأقول لكم يا إخوتي هنيئا لكم هذه الأجور، وهنيئا لكم هذه الخيرية، فهذه كلها ستصب بإذن الله في موازين حسناتكم. أشكر إخوتي القائمين على هذا التحفيظ المبارك، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ جلال الطبيشي الذي أسس وبذل من وقته وجهده في هذا التحفيظ وفي فعاليات هذا التحفيظ، وأشكر إخوتي معلمي هذا التحفيظ المبارك على جهودهم المباركة، وأشكركم إخوتي أولياء الأمور على حث أبنائكم والصبر على هذا، وأشكر أبناء الطلاب أيضا على اجتهادهم، ويعني وأبارك لهم هذه الثمرات التي نراها في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة بالفضل ذائعة، وبالبر شائعة، وبالجمال لامعة، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. والآن مع تلاوة للحافظ سلمان حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيها الأحبة، لخطيب جامعنا المبارك كلمة، فليتفضل فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحوجلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله، خير الحافظين والذاكرين والتالين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ببني إسرائيل والزمر، وبني إسرائيل هي سورة الإسراء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قاف والقرآن المجيد. وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه مجد وشرف لأمة الإسلام شعوباً وأفراداً، فهنيئاً لحافظ القرآن وهنيئاً لخاتم القرآن أن يكون ذا مجد وشرف، شرف في الدنيا فإنه مميز، وشرف في قبره فيشفع له القرآن، وشرف في أرض المحشر على رؤوس الخلائق يرفعه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرفع الله بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرون. فهنيئا لك يا حافظ القرآن، ويا تالي كتاب الله بهذه المنزلة الرفيعة العظيمة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا يتذكر بالقرآن إلا من يخشى الآخرة. الكافرون والمنافقون والمعرضون عن دين الله لا يتذكرون أوامر الله ولا نواهيه. ويقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأكد الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن بقوله: الرحمن علم القرآن. تكفل الله بتيسير حفظ القرآن وفهمه وتدبر معانيه لمن اختصهم الله تبارك وتعالى، كما قال شيخنا الفاضل: أناس يختصهم الله القرآن. فإذا اختصك الله عز وجل بحفظ القرآن فكن من العاملين المتدبرين، تحظى بالشرف في الدنيا والآخرة. نشكر لأولياء الأمور وللطلاب المشاركين في هذا الحفل الكريم وكل من وفق للخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع وأن يعين الجميع على العمل الصالح وعلى قبوله في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعيش بلحظتي مسرور، أحلق في سما الأفراح، وأضحك دون أي شعور، ودمعي فوق خدي ساح، لأني حافظ القرآن وهمي عن سما ينزاح. كلام الله في قلبي ونور بدنيتي وضاح، أبي أرقى جنان الخلد وتاج الوالدي وشاح، أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح. ألا شكراً من القلب، شكراً مع الحب، إنا نقدركم بالخير نذكركم، فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن. شكراً 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 من القلب. شكرا من القلب، شكرا مع الحب.
محبتكم جملت ماثركم كالنجم نبصركم صرتم لنا فخرا شكرا 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 من القلب. شكرا من القلب.